احنا قلنا شيء من الخوف ده كان بدايه ما الورده في بتفتح اعدادي يعني. ايامها. ولعب كده مع مدام شادية عادي ولا فارق معاكي لا خذي بالك ان انا ابتديت طفله، فانك تشتغلي مع نجوم كبار الهيبه راحت. وبعدين هم لزاز يعني، هم بيتعاملوا مع دايما الصغيرين والاطفال وكده يعني صباح كان طن صباح مش يعني. انا مثلا في بيت صباح رحت وكنت دايما صاحبه هويده واحنا صغيرين، ابات عندها، هي تيجي تبات عندي هويده، احنا افترقنا ساعه هي مسافرت لبنان وقعدت هناك. يا الله. وكانت نوره لسه ابتدت يعني، نوره كانت نوره ابتدت بعديه يعني. عملت اللي هو فيلم وفاء الى الابد، كان اول فيلم اللي كانت مع مدام مديحه يسري. كانت واشتغلته هي، اصغر مني على فكره نور، عشان حرام بعد ساعات بيقولوا لا هي الاكبر لا. فهي كانت عشان تبقى زي بوسي، فهي يعني وانتي وهي اللي عملتوا لوكانده الفردوس ولا هي بس؟ احنا الاثنين، انتوا الاثنين. انما انا عايزه مشهد من لوكانده الفردوس ده. بابا يا بنت يا نار، يا بنت يا بلح، يا بنت يا عنب، يا بنت يا بطيخه. بنات بابا بنات بابا حلوه قوي. حازي يا بيه،